كوهن مدير ديال شركة مياه إنرجي اللي هي شركة مغربية متخصصة في لا فابريكاسيون ولا ديستريبيسيون ديال الماتيريال إلكتريك بوغ ليفيكاسيتي إنرجيتيك دونك النجاعة الطاقية. دونك حنا تنصنعوا واحد العدد ديال الأجهزة اللي تستعمل في الصناعات في ليزاندستري ولا في ليزانفراستركتور ولا في البنايات باش تدير النجاعة الطاقية من ناحية ليزيكونومي دينيرجي ولا من ناحية الباور كواليتي الكاليتي ديال الريزو. الشركة تشتغل في المغرب وكذلك في التصدير، دونك تنصدروا لإفريقيا والأوروبا وبعض الدول ديال مناطق أخرى. رغم هذا المعرض هذا هو دائما معرض مهم جدا بالنسبه لنا لانه معرض هو المعرض الاهم في المغرب وكذلك هو مهم جدا في المنطقه ديال افريقيا ما جنوب الصحراء خاصه افريقيا دو الويست افريقيا الغربيه وغالبا تيجيو واحد على الاقل واحد 200 شركه من افريقيا ما جنوب الصحراء اللي تيحضروا معنا في هذا المعرض وهما بالنسبه لنا للزبائن المهمين هو واحد السوق اللي مهمه جدا بالنسبه لنا فالتواجد ديالنا تيكون دائما مهم بالنسبه لنا اننا نكون متواجدين في هذا المعرض هذا.